ولسه مكملين معاكم مشاهدينا في طبيب البلد. حالتنا النهارده مختلفه وجديده، هتكوني انت يا مامي البطله اللي هناخد رايك في براند هيرا كاريزما وتجربتك معاه النهارده علشان تشاركينا ونشارك مشاهدينا تجربتك مع براند هيرا كاريزما للاطفال. خلينا نرحب النهارده بدكتور يارا زغلول، اخصائيه الجلد والليزر والمستشار الطبي لبراند هيرا كاريزما. برحب بيكي دكتور. ازيك يا مي، منورانا يا دكتور كالعاده. ميرسي يا حبيبي. جاهزه بقى للريفيوهات النهارده؟ ده بقى يعني تعتبر يعني فقرة الحصاد بالزبط. اللي هو بعد ما بننجح الحمد لله وصوتنا بيسمع، بيكون دي بقى الفاكهة اللي بيستفيد بيها اللي احنا والمشاهدين، وبنبقى مبسوطين جدا بريفيوهات الناس لما بتكون ايجابية طبعا بالشكل اللي انا شايفاه ده. الحمد لله الحمد لله. طيب خلينا نبدأ الاول نعرف اراء العملاء مع براند هيرا كاريزما. حابة اسألك دكتور يارا، ايه الفرق بين الكريم الطبي وكريم التصفيف؟ طيب ده سؤال حلو قوي قوي بقى يا مي. الكريم التصفيف ده كريم انت بتحطيه على شعرك يحافظ على شكله. هو احنا مالناش دعوه بقى بيبي فيتش الشعر عشان تبقي عارفه، هو كل القصه ان هو بيعمل ستايلينج، يعني تخرجي من بيتك ترجعي زي ما انت وبيحافظ يثبت الشعر. مش عايزه اقول كمان ان في انواع كتير بتضر بقى الشعر، تمام؟ عشان كده تلاقيه دايما سعره رخيص، لو هو اصلا ما فيهوش اي مكونات تفيدك فهو هيبقى غالي ليه؟ الكريم الطبي ده كريم مليان بالعناصر اللي تفيد الشعرايه جامد جدا وتدي ترطيب عالي قوي. يعني انا شعري جاف، شعري هايش، شعري صعب في التسريح، شعري بيقع، عندي فراغات، عندي مشاكل، يبقى انا هستخدم الكريم الطبي العلاجي اللي يديني ترطيب عالي قوي قوي بس في نفس الوقت يعالج المشكله اللي عندي. وده كان دور بقى هيرا كاريزما. عملت كريم طبي علاجي مليان بالزيوت وبالمواد الطبيعيه وبالفيتامينات اللي بتغذي الشعرايه، تدي ترطيب عالي قوي قوي وفي نفس الوقت تعالج المشاكل اللي الشعرايه ممكن تمر بيها. طب انا عرفت يا دكتور انه في منه نوعين الكريم، صح كده؟ بالظبط كده. ايه الفرق بينهم؟ بصي، كريم هيرا كاريزما نازل يا اما كريم الليف ان العادي اللي بيتحط على الشعرايه بس مجرد ان هو بيدي ترطيب للشعرايه، والكريم التاني اللي هو كريم تقيل بزبدة الشيا يخلي الشعراية كيرلي ويحافظ على شكلها، يدي ترطيب عالي قوي ولمعان رهيب جدا ويحافظ على شكل الشعراية من أول ما تخرجي لحد ما ترجعي بسبب نسبة زبدة الشيا اللي فيه بتبقى عالية جدا. وأنا بس حابة أعرف الناس هو الكريم بتاعنا أساسا مكوناته إيه كده على السريع. تمام. المكون بتاع الكريم بتاعنا عبارة عن مجموعة من الزيوت الطبيعية، زيت جوز الهند وزيت اللوز وزيت عبادي الشمس وطبعا شمع العسل، ومحطوط فيه الكافيين ومحطوط فيه الكيراتين ومحطوط فيه كمان الجليسرين، ودي عناصر جميله جدا بتحسن الدوره الدمويه بتاعت فروه الراس، تدي جيزه جامد جدا للشعرايه، وفي نفس الوقت بيبقى ترطيبها عالي قوي قوي، ده غير كمان اللمعان اللي بيحصل في الشعرايه بسبب الكريم بتاع هيرا كاريزما. حلو قوي. طيب دكتور، في يعني نوعيه شعر بينفع معاها الكريم وفي نوعيه شعر ثانيه بينفع معاها السيرم. بالظبط كده. ازاي بقى؟ يعني قولي لي برضو انهي نوعيه شعر نقدر نستخدم له السيرم وانهي نوعيه شعر نستخدم له الكريم؟ طيب في الاول احنا يا جماعه نوعيه الشعر عندنا ثلاث انواع، يا جاف يا دهني يا اما عادي. الشعرايه الجافه شعرايه باهته فاقده للمعين، صعبه في التسريح، خشنه جدا، هايشه على طول، عندها تقصيفه، عندها الشعرايه متفرقه اساسا من تحت، الشعرايه دي عايزه ترطيب عالي بقى. طب الشعرايه اللي عايزه ترطيب عالي دي بقى انا هستخدم لها ايه؟ كريمات ليها ترطيب عالي، فدي يتناسب معاها دايما الكريم. وطبعا لازم تحط الهير ماسك علشان كمان يبقى الترطيب بتاعها مكثف. طيب لو الشعرايه عاديه، شعرايه الفروه بتاعتها صحيه ناعمه طريه سهله في التسريح، ما عندهاش مشاكل، ما عندهاش تفرقه في الشعر من تحت، دي شعرايه طبعا البلاس بيبول، والناس دي اساسا بتستخدم السيرم. بتبقى هير كير، انت مجرد ان انت بتعتني بس بشعرك، بتحميه من عوامل البيئه المختلفه، من الشمس، من الحراره، من الرطوبه، لكن انت مش محتاجه ترطيب عالي، ان شعرك اصلا اوريدي السكالب بتاعتك هيلثي جدا، الفروه صحيه جدا لدرجه ان معدل افراز الماده الدهنيه بتاعك متوازن، لا هو عالي قوي زي الشعر الدهني ولا هو قليل قوي زي الشعر الجاف، فدي القصه بتاعتك بالانسد جدا، وشعرك سهل، سهل في التسريح وسهل في التعامل معاه، ما عندكيش مشاكل الا نادرا. انت عارفه ان الناس دي بيبقى عندنا نادرا جدا لو عندها تصاعد في الشعر، نادرا جدا لو شعرها مثلا متقصف او حصل فيه مشاكل. دي بيبقى كافي معاها السيرم يغلف الشعرايه ويحميها من عوامل البيئه المختلفه. حلو قوي. فدي الناس ليها كريم ودي ناس ليها سيرم. اما بقى لو شعرك دهني فانا ما انصحكيش تحطي اي حاجه على فروه الراس ولا تقربي حاجه على فروه الراس،
بسبب الزيوت اللي بتفرزها فروه راسك بتبقى شديده جدا. واغسلي كتير بشامبو هيرا كاريزما. وطبعا الامهات الجميلات يقدروا ان هم يعرفوا نوع شعرهم وشعر اولادهم من خلال التواصل على الارقام اللي تظهر على الشاشه دلوقتي، وكمان هيكون احد الخبراء بيرد على كل اسئلتهم واستفساراتهم. طبعا. طيب دكتور، خلينا بقى نسال على موضوع برضو ايه شائك شويه، يعني بعض الامهات بتخاف تحط بروتين، واحنا عارفين ان هيرا كاريزما عامله كورس البروتين اللي هو الكورس الاصفر تقريبا، صح كده؟ بالظبط كده. ازاي نقدر ان احنا نشجع الام ان هي تاخد الخطوه دي من غير ما تخاف على شعر اولادها؟ لانه طبعا في ناس عملت موضوع البروتين وما كانتش النتيجه حلوه قوي. طيب احنا دايما هنفضل نقول ان انت في الوقت اللي عملتي فيه بروتين وشعرك وقع انت ما عملتيش بروتين، انت اتضحك عليكي، عملوا لك مواد فرد وحطوا فيها نسب فورمالدهايد عاليه علشان تفرد لك الشعر. البروتين لو انت عملتيه لا كنت هتواجهي مشاكل ولا كنت هتلاقي الشعر وقع. لو كان بروتين طبيعي، ده لو ده كان بروتين حقيقي ان هو اصلا بروتين. وطبعا ده مش موجود، ما كانش موجود قبل كده في السوق لان سعره غالي جدا. فما كانش بينزل في السوق. فجت هيرا كاريزما قالت لا، طب ما احنا نعمل بقى، ندي بقى البروتين اللي مش موجود ده نوجده. ويبقى احنا معانا تصريح من وزارة الصحة، يعني الحاجة دي معمول عليها اختبارات ومعروفة مكوناتها ايه، وحاجة معلومة المصدر وموثوق فيها. وفي نفس الوقت احنا عندنا البروتين بتاعنا خالي من الفورمالين، يعني ما فيش مشاكل التهابات، ما فيش مشاكل تساقط، ما فيش مشاكل انت اساسا هتواجهها. طب انا ليه افضل اخلي بنتي ماشية بشعرها المجعد الافريقي العنيد، او انا نفسي ليه افضل ماشية بشعري مجعد افريقي عنيد؟ انا مش من حقي اظهر قدام المراية شكلي حلو؟ بالتأكيد. مش من حقي يبقى عندي ثقة في نفسي؟ مش من حقي بنتي يبقى عندها ثقة في نفسها؟ يفرق جدا في النفسية الاطفال يا دكتور، وفي نفسيه الاطفال وفي نفسيه الستات عامه كلها. طبعا. فاذا القصه لا، انت بتغامري بايه على حساب ايه، او بتسيبي ايه على حساب ايه؟ طب ما انت قدامك حاجه طبيه علاجيه معاها تصريح من وزاره الصحه وتسيبيها بسبب بات هيستوري عندك او معلومات او حاجات مجهوله المصدر. فدايما اقول للناس اختاروا الحاجه معلومه المصدر، اختاروا الحاجه اللي ليها مصدر طبي موثوق فيه. وفي نفس الوقت طالما انت بتنطبق عليك شروط البروتين، لا عندك تساقط وفروه راسك هيلثي ما فيهاش مشاكل ولا فراغات ولا اي مشاكل، طب خلاص انت تنطبق عليك شروط البروتين، اعملي وانت مطمنه لان مش هيحصل لك اي اعراض جانبيه. كل اللي انت هيفيدك ان انت كل قصه شعرك هيطرى جدا جدا، هتتحولي. يا رب يكون سعره في متناول الجميع يا دكتور. الناس لما تسال على سعرها هتتصدم، طبعا السعر رخيص جدا. نفسي اعرف، هعرف بعد ما اخلص. طيب تعالوا بقى نخش على الحلو بقى والجميل. فقرتنا النهارده دي الريفيوهات اللي بعتها بعض المتابعين علشان نعرف برضو ايه رايهم في براند هيرا كاريزما بعد فتره شهور كتير يا دكتور بيستخدموا البراند. اول حد شيماء محمد بتقول بجد شكرا على المنتجات التحفه، بالذات الماسك والشامبو حلوين جدا، عجبوها قوي الماسك والشامبو يا دكتور. طبعا. عايزه بقى اعرف ازاي استخدم البروتين عشان هجيبه ان شاء الله. لو كنت بقى معانا في فقرتنا يعني هتعرفي ازاي تستخدمي البروتين، وهخلي دكتور يارا برضو ترد على السؤال ده. طيب احنا دايما بنقولوا ان البروتين ده بالذات يا جماعه بروفيشنال يوز، يعني انت موجود في الصيدليه تشتري من الصيدليه، احنا عندنا بنوفر خبيره للبروتين هي اللي بتعمله لك، او عن طريق الكوافير بتاعك بيتواصل مع الخبيره بتاعتنا وهي دي اللي بتقول له الخطوات. لكن ما انصحكيش ابدا تعملي حاجه في البيت انت مش هتعرفي تستخدميها، مش هتعرفي تجيبي النتيجه بتاعتها. اوكي. في برضو حد قال انا جبت منتجكم قبل كده لبنت وبصراحه ممتاز جدا، دي حاجه كويسه قوي برضو. صباح الخير صباح الورد، انا بشكركم جدا على ذوقكم والهديه الجميله منكم، وشكرا جدا على سرعه التوصيل، ميرسي بجد فرحتوني جدا. برضو حد تاني تواصل معانا من خلال صفحتنا قالت انا اشتريت المجموعه البني وهي كويسه جدا ما شاء الله، انا بسال عن الجديد علشان هي شعرها بيقع وعاوز اهتمام شديد، فبسال علشان لو حابه اقوي ممكن اجيب لها ايه؟ طبعا الامبوليت. طبعا انت دلوقتي عندك الهير كير بتاعك بس عندك مشاكل في التساقط وعايزه تقويه للشعرايه، طبعا الامبوليت. الكورس الازرق من هيرا كاريزما. دكتور زي ما عودتينا برضو بنحب دايما في كل فقره نفتكر بقيه الكورسات والوانها وكل كورس مناسب لاني نوع شعر.
طيب احنا طبعا يا مي براند هيرا كاريزما ده اول براند طبي علاجي متكامل للعنايه بشعر الطفل في مصر وفي الوطن العربي، نزلنا بيه 5 كورسات ليهم 5 الوان مختلفه تسهيلا على كل ام ان هي تختار الحاجه المتناسبه معاها. عندنا طبعا كورس هيرا كاريزما الاحمر ده لحشرات الشعر، ده بيتكون من الشامبو الانتي لايس اللي هو ضد الحشرات وطبعا معاه البخاخ العلاجي. عندنا كورس هيرا كاريزما الاصفر وده بروتين الشعر الخالي من الفورمالين، وده عباره عن شامبو هيرا كاريزما الخالي من السلفيت ومعاه الهيرمون وكمان البروتين والسيرم. عندنا كمان الكورس البني من هيرا كاريزما وده كورس الحمايه اللي بيتكون من الشامبو بتاع هيرا كاريزما والهير ماسك وكمان السيرم. وعندنا كمان الكورس الاخضر من هيرا كاريزما العنايه بشعر الكيرلي والشعر المتشابك الجاف اللي فيها ياشان اللي فيه تقصيفه، كل ده بيتناسب معاه الكورس الاخضر، وده عباره عن الهير ماسك والكريم بتاع ليف ان والشامبو. والكورس الازرق دي كورس بتاع الامبولات بتاعه التساقط والتطويل وتنبيت فراغات الشعر. هايل جدا. طيب دكتور بالنسبه انه يعني في كورسات كتير ومتنوعه لجميع انواع الشعر، هل الام ينفع تستخدم الكورسات؟ طبعا احنا زي دايما ما بنقول ان كورس هيرا كاريزما هو اصلا اتصمم للطفل علشان يبقى متناسب مع طبيعه فروه الطفل الحساسه جدا جدا واللي ممكن يحصل لها اي التهابات او اي تهيجات من استخدام الحاجات بتاعه الناس الكبيره، فبالتالي الحاجات دي دلكت جدا على الفروه، وطالما هي متناسبه مع شعر الطفل ومع الفروه بتاعته كمان هتبقى متناسبه مع شعر الام مع فروة شعر الأم. جميل قوي. بما ان احنا عرفنا انه الاطفال والامهات كمان يقدروا يستخدموه، عايزين نعرف بقى ازاي نقدر نجيب الكورس. هل انا اتواصل من خلال الارقام دي يا دكتور ولا هنجيبه من الصيدليه عادي؟ طيب بس يا مي احنا طبعا شركه طبيه مش بتاعه مستحضرات تجميل، فالحاجات بتاعتنا كل كورسات هيرا كاريزما هتلاقيها موجوده في كل الصيدليات على كل انواع انحاء الجمهوريه، ولكن تقدري تتواصلي معانا على الصفحه، في اكتر من 25 خبيره شعر متواجدين معاكي 24 ساعه في اليوم 7 ايام في الاسبوع، يقدروا يساعدوكي ان انت تختاري الكورس المتناسب معاكي ومع طفلك ويقولوا لي كم من اقرب صيدليه تقدري تشتري منها الكورس ايه. حلوه قوي. طيب دكتور هل المتابعه بتكون على شكل ايه؟ يعني عرفيني برضو، هل مثلا بعد ما بنشتري الكورس بنضطر ان احنا نتصل علشان نتابع مع الخبراء ولا بتبقى الدنيا ايه بالظبط؟ طيب المتابعه دايما بتكون عن طريق الصفحه بتاعتنا اللي احنا الخبراء بتوعنا موجودين على طول ال 24 ساعه، فحضرتك بعد ما تشتري الكورس بتتواصلي معانا، احنا بنعرفك طريقه استخدام الكورس لان كل كورس من كورسات هيرا كاريزما ليه طريقه استخدام مختلف، بنعرفك طريقه استخدام الكورس ايه وبنتابعك بعد كده بنشوف النتيجه بتاعتك اللي انت وصلت لها ايه. فاحنا مش بنسيب الناس لا في حالات التوعيه عن طريق الصفحه بتاعتنا عن طريق الاسئله بتاعت اللي احنا بنسالها الامهات، ولا كمان بنسيبهم بعد ما بيشتروا الكورس ونقول لهم طريقه الاستخدام ونتابعهم لحد ما يوصلوا للنتيجه بتاعت الحاجه. طب قبل بقى ما اشتري الكورس هل انا ممكن اتواصل معاهم واسالهم على نوعيه الشعر ونوعيه الكورس المناسب لشعري؟ طيب بصي يا مي، وهيرا كاريزما نازل اصلا القصه بتاعته دورها توعويه اكتر من هي تبيع، انت مش لازم تشتري على فكره حاجات بتاعت هيرا كاريزما، ادخلي على الصفحه بتاعتنا اسالي اللي انت عايزاه، خدي المعلومات اللي انت عايزاها، اقري هتعرفي تتعاملي مع شعرك وشعر طفلك والدنيا بتاعتك هتختلف خالص. اتعلمي ازاي يبقى عندك روتين، اتعلمي ازاي تتعاملي مع شعر، اعرفي نوع شعرك ايه، كل الحاجات دي مهمه جدا. احنا مش شرط خالص ان انت تشتري حاجه بتاعتنا، على قد ما جايين نفهمك ونعرفك. بجد يعني خدمة ظريفة وجميلة جدا بجد، يعني حتى لو أنا مش حابة أشتري أنا ممكن أتصل علشان أسأل على أي حاجة تخص الشعر، أعرف نوعية شعري إيه، أعرف إيه الروتين اللي يقدر يناسب شعري، أقدر أعرف إزاي أحمي شعري من العوامل الخارجية، لو عندي تساقط، لو شعري ما بيطولش، لو عندي فراغات في شعري، كل ده هيرد عليه الخبراء من خلال الصفحة. بشكرك يا دكتور، نورتينا وأسعدتينا بوجودك معانا النهاردة، وكانت فقرة فعلا مليئة بالمعلومات، وإن شاء الله نستكمل في فقرات أخرى باقي الأسئلة حول العناية وعلاج الشعر. بشكرك يا دكتور. ميرسي ماي، شكرا. كان معانا النهاردة دكتور يارا زغلول أخصائية الجلد والليزر والمستشار الطبي لبراند هيرا كاريزما. بشكركم مشاهدينا على حسن متابعتكم، وهنطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل فقرات طبيب البلد.